عندك مشكلة مع النمل وأذيك ومش عارف تعمل معاه إيه، هخلصك منه بإذن الله. خليك معايا وأوعى تروح في أي مكان. لكل اللي عنده مشكلة مع النمل جايب لكم النهاردة مادة جديدة ومجربة بالفعل، وهي مادة النفتالين. هي مادة أصلا مشهورة ومعروفة في طرد بعض الحشرات زي السمكة الفضية. النفتالين مصنوع من مواد بترولية متطايرة. فكرة عملها إنها بتتحط في جيوب الملابس زي البدل، فبالتالي بتمنع حشرة زي العتة إنها تبدأ تدخل تسكن الأماكن دي فبتطردها. فبالتالي لما تم تجربها على النمل بالفعل كان ليها أثر كبير على طرد النمل. هي مادة غير قاتلة، النمل ما بيموتش منها، لكن بصراحة بتطرده وبتبعده، فبالتالي بتبعد عن نفسك أذية النمل. عشان كده ركزوا معايا كويس جدا لآخر الحلقة دي عشان خاطر نعرف طريقة استخدامها الصح فنستغل فاعليتها كاملة. عايز أقول لكم بس معلومة عنها، هي مصنوعة من مواد بترولية. الميزة اللي فيها إنها مادة متطايرة، لما بنشيلها في جيوب الملابس والبدل عشان خاطر نعمل طرد للحشرات اللي بتسكن الأماكن دي، بعد فترة ما بنلاقيهاش لأنها بتتبخر مع الجو بشكل تلقائي. فاحنا هنستغل الفكرة دي فيها وهنبدأ دلوقتي حالا نطحنها معاكم. بعد ما بيطحن بنحطه في القصيص، بنحطه في أرض الحديقة، بنحطه في كل ركن من أركان المنزل، بنرشه أمام عتبة المنزل بتاعنا في كل مكان بنعاني فيه من تواجد النمل. رائحة النفاذة بتخلي النمل يهرب ويسيب المكان، وكمان بتهرب معاه بعض الحشرات الأخرى زي السمكة الفضية، وممكن كمان يمنع عنك دخول حشرة البق اللي هي أسوأ كابوس مزعج في العصر الحديث، وقانا الله شرها، لأن الحشرة دي إذا تواجدت واستوطنت البيت عندك عندها كفاءة إنها تخليك تبيع عفش البيت قطعة قطعة لحد ما تهرب أنت نفسك من البيت. في نهاية الحلقة يا رب تكون الحلقة عجبتكم وكان فيها معلومة مفيدة. نعمل لايك وشير على قد ما نقدر عشان غيرنا يستفيد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.